السلام عليكم أخواتي، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة. اليوم إن شاء الله غدا نبارطاجي معكم واحد الجزء من اليوم ديالي. كنتمنى أنه يعجبكم. وهنا راه سالينا الفطور، ومني كنت سالي يعني كما العادة كنمسح الكراسة دائما لأن الوليدات صغار، راكو عارفين يعني أنا هذه هي البلاصة اللي كياكلوا فيها غالبا، يعني ما كيهبطوش حتى لتحت. عندي صالامونجي كاينه لتحت، يعني في الكوزينه كيكون كل شيء قريب، وحتى ملي كيكونوا هكا ماشي للمدرسه يعني كياكلوا داك الشيء كيبقى مجموع في بلاصتو. وكنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، وكنرحب بكاع البنات اللي عندي في القناه والبنات اللي عاد انضموا جداد. كنقول لكم مرحبا بكم، ما تنسوش تضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك وتفعلوا الجرس باش هكا تبقاو توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وغادي ندوزو معايا النهار ديالي البسيط، يعني اللي حاولت نختصر لكم ما يعني ما امكن، ما بغيتش ندير لكم النهار الطويل كله لانه كاين عطى الله ما نديرو. وهنا الطبله ديال الكوزينه راني مسحتها بالاول، يعني يعني شيفونه اللي تكون فازقه، وكنعاودها بهاد الشيفونه اللي خاصها تكون ناشفه باش هكا تعطي داك اللمعان ديالها. وصراحه هاد الشيفونات ميكروفيب راه مزيانين كيلمعوا سورتو مع الرخام باش يعني يبان داك اللمعان ديالو، يعني بلا ما نديرو كثره البرودويات ما حتى شي حاجه، يعني غير الماء وصافي. هادشي اللي كنستعمل غالبا. انا عندي الكراسه تقالين بزاف، كنقول لكم باللي ما قدرش ندفعو، يعني الكرسي مني كنجرو خاص جوج باش يرجعوه، تقالين بزاف كاع. وهنا درت داك البرودوي باش نلمع الانوكس ديال الكراسه اللي كيطيحوا، يعني الوليدات ملي كيكونوا فطروا هكا كيطيحوا داك الفرتيت ديال الخبز او لا المهم اي حاجه كلاوها كيطيح داك الشيء تما. وغادا ندوز دابا باش نحضر الطويجين ديالي يا البنات، وانا واقع لي قصه مع الطاجين، قصه صراحه عندي 10 سنين وانا الطاجين اللي كنجيبو من المغرب ما كيبقاش ليا، ما نعرفش علاش. كنجيبو في الطياره ولا كنجيبو في الطوموبيل نتقلا بيه، ولكن مني كيوصل للدار كيتهرس ليا، ما عنديش الزهر مع الطواجن. وهذه هي الحديده اللي كنستعمل على حسب لابلاك، عندي انجكسيون يعني ما كيخدمش فيها اي حاجه. وبالنسبه للطاجين راني بيته ليله كامله في الماء، يعني كان يعني هو الغلاقه ديالو، ومن بعد دهنتهم بالزيت وخليتهم تقريبا عاود ليله كامله حتى شرب داك الزيت كامل، يعني دخل مع داك الطين. وانا راه ما كناخذش البنات داك الطين اللي كيكون هكاك ملس وكيكون مسبوغ، ما كيعجبنيش وغير صحي. يعني اكتشفوا هكا الابحاث باللي هذاك راه ماشي صحي وبزاف ديال الحوايج، يعني بلاش منه اللهم الطين العادي. وكنتمنى ان هذا الطاجين هذا يطول عندي شويه. ما عرفتش علاش، المهم كيتقوا ليا من التحت، ما عرفتش واش كيوقع ليا غير انا ولا يوقع البنات حتى نتوما، لكن كيوقع لكم هادشي كتبوا لي في لي كومونتير. انا راه كثرت يعني 10 سنوات وانا الطاجين اللي كنجيبو ما كيطولش الحمد لله. المهم هذا يلاه خديته جديد، البنات لا سولوني انا خديته من لاغي دو برابون، حتى نمشي ان شاء الله شي نهار وغادا نصور ليكم السيد اللي كيبيعهم. عنده اشكال وانواع صغار متوسطين. وهنا راه كنت كنوجد الخضره هكا للطاجين، قطعت البطاطا عاود القرعه هكا ندير، المهم غندير خضره مخلطه. انا كما قلت لكم راه الخضره راه عندي كتحتل المرتبه الاولى، كنطيبها بزاف وكنستعملها وكتعجبني. انا حتى لك الكسكسو غير بالتفايه بوحدو ما كيعجبنيش، خاص تكون يعني التفايه ومعها الخضره. وهنا راه قطعت البسباس، انا يعني غير شويه شويه من الحاجه، المهم نوع من الخضار راه فيها بزاف يعني ديال الفوائد. وغادا نزيد شويه ديال الخيزو، يعني المهم درت اللوبيا القرعه البطاطا نخيزو، المهم خضره منوعه وصافي.
راكو عارفين الطاجين كيبغي التنوع، واللي كيبغي غير جوج الانواع ديال الخضره ولا شنو يمكن ليه يستعملهم. يعني بالنسبه للطاجين واخا تحطي فيه يعني ما كيكونش داك لاصوص اللي كيبقى هكاك، يعني كما كنقولوا حنا مزطي ولا، لانه يعني هو كيشرب يعني غير داك نصيصة الكاس ديال الماء راه كافي، وكيطيب فيه داك الطاجين يعني بلا كثره ديال الماء، ماشي بحال مثلا اللي كنا دايرين في الطنجره غادي ما كيبغيش الماء، وكاينين الخضره اللي ما كتبغيش دار مع خضره اخرى، هكا كيولي كما نقولوا لابيسين، وكيجي لاصوص ماشي خاطر. اما بالنسبه للطاجين يمكن لكم تستعملوا كاع الخضر اللي كتحبوها وتوضعوها في الطاجين، لكن حتى شي مشكل. اما بالنسبه للطاجين البنات، انا الوالده ديالي قالت لي بلي باش نطيب فيه يعني ملي نبيتو ليله كامله في الماء وندير له الزيت، ندير له شويه ديال الطحين مع الماء ونطيبه فيه يعني في وسط الطاجين. انا ما درتش هذه الطريقه، درت غير الزيت وصافي. يعني حتى الزيت زيتون راه مزيان، راه يعني حتى هو كي يعني بحال كيتشرب داك مع داك الطين، المهم كيتفاعلوا. كنتمنى الله الطاجين يبقى، وراني فرحانه بيا البنات. وخا الطواجن هنا راهم غاليين ماشي بحال المغرب، احتاج في المغرب واخا تهرسي جوج ثلاثة ما كيجيك ماشي مشكل. انا هاد الطاجين هذا خديته ب25 اورو. بالنسبة للحجم انا خديت هاد الحجم كبير، وراه كاينين يعني على حساب كل طاجين والحجم ديالو، يعني كل حاجة والثمن ديالها ما كيكونوش اثمنة، يعني ماشي بحال بحال. الثمن ديال الصغير بوحدو وديال الكبير بوحدو. كما قلت لكم راه شي نهار غادي نمشي لاغي دو برافو، غادي نصور لكم التفاصيل وغتشوفوا عنده بزاف ديال الحوايج هاد السيد هذا. وهنا راه درت الطاجين مع العطريه، يعني هي الملحه، سكنجبير، الفلفل الاسود، والزنجبيل اللي اكيد خاصو يدار لان ضروري الدجاج راكو عارفين، وحتى المرقه حنا كنستعملوه بكثره، والثومه. وصافي هذه هي المكونات اللي وضعت، يعني الطاجين ما كيبغيش بزاف ديال العطريه. وفرشت يعني درت البطاطا، وغدا نقاد الخضره قدامكم. والبنات اللي كيحبوا الوصفات كنتمنى انكم تمشيو للقناه ديالي وتشوفوا، راه كاين بزاف ديال الوصفات المتنوعه وصراحه وناجحه. وهنا هذا غير روتين هكا كنبارطاجي معكم النهار ديالي، يعني الطبيعي العادي اللي كنعيشو حتى انا بحال كاع الاسر هكا المغربيه اللي في اوروبا ولا اللي في المغرب. حتى انا نعجن الخبز ديالي، كندير المرقه بالخضره كما قلت لكم، كلشي كنديرو. ومره مره اكيد شهيوات شي مشكل، وحتى الوليدات راهم سورتو في العطار راهم دائما كيقلبوا على الحلويات، سورتو لي كاطو كيبغيهم بزاف. واش غير ولادي انا ولا ماشي اللي كنعرف بلي الوليدات كيبغيو هكا ينوعوا. والطواجن شويه وصافي، يعني ماشي داك مخان ولادي كياكلوا الخضره، مي كيبقى انك ملي كديري لهم شي حاجه هكا يعني روميه ولا لي غراتان وهادشي كيعجبهم اكثر. المهم انا واخا ندير اللي درت كندخل فيه الخضره، يعني ما كاينش مشكل عندي، يعني في لي غراتان في لي بات في كل شيء كاين الخضره. يعني كي درتها لهم انا هنا اولا ما درتهاش لهم، المهم راه كياكلوها. وهنا ملي انتهيت وقدي الطاجين ديالي، كنجمع يعني الزبل حاشاكم اللي بقى ديال الخضره في بلاستيكه بوحدو. وهذيك البنات ديك اللي رقيت فيها الخضره خديتها من ايكيا، راه زوينه ما كتخليش الخضره هكاك مدايره بالماء، ودرت الميعنات في الماكينه الدور. وهنا بغيت نوري لواحد الاخت، قالت لي اختي بقيت بارطاجي معنا هكا اللحوم وداكشي اللي كتغداو الاسماك هكا مني كترتبيهم. انا كنت سبقت بنهار، يعني تقديت قبل نهار ورتبتهم، ويعني كنحط داكشي اللي كنحتاجو كيبقى ليا، يعني مني كيتقرب يتقادى كنمشي نزيد عاود. ودائما راه تبقاو تجيبوا داكشي اللي كيكون محطوط لتحت، يعني القديم عاد تستعملوا جديد. وهاد الشيفونات اللي وريتكم البنات هما اللي خديتهم من دلايز، اللي كنمسح بيهم هكا الطبله ديال الكوزينه، اللي صراحه كينفعوني بزاف. كيبيعوا يمكن فيهم ربعه ولا خمسه ديال الوحدات هكا، الثمن ديالهم راه مناسب. وهنا هادو هما
لي بول اللي كنستعمل دائما هكا، راكم كتشوفوه معايا في الوصفات اللي كنحضر، كنمسحهم وغادي نرجع من بلاصتهم. بصراحة هادو مساكن كيصبروا معايا بزاف نهار كامل وانا كنلعب بيهم. وهادي البنات اللي كنستعمل الفرن دائما كنساها، وريتكم الحرقة اللي في يدي، يعني كنساها مش انا وحدي ولا، المهم اني كنبغي ندخل الفران كنسى. وهادي البنات خديتها جديدة هكا، يعني ديال الماء هكا، مني كنغسل الماعن كنحطهم فوق منها يتسقطروا، راكم عارفينهم هادو. صراحة زوينة هادي، خديتها هي من دوليز، وخديت هاد الشبكة هادي خديتها من عند الأتراك، واحد المحل تركي ديال الخشب هكا، يعني تحطوا فيها الطباسل ديالكم، انا كنوريكم الثمن ديالها راه زوين. انا خديتها غير 7 اورو، صراحة زوينة وجباتني، وانا من يعني الناس اللي كيعجبوني هكا الماعن، وسيرتو الخشب كيعجبني بزاف. وغادا ندوز دابا باش ندير التمر، يعني تبخر في الكسكاس. غادا نحضر المقروط ان شاء الله، غادا نحطو لكم في القناة يعني وصفة بوحدها. وهنا البنات في الروتينات راه ما كنبغيش ندخل لكم الوصفات اللي كيكونوا يعني مهمة وكنستعملوها هكا، كنبغي نحطهم يعني ابار على الروتينات العادية اللي كان داكشي اللي كنستعمل يومي في الدار ديالي. غدا ان شاء الله نحضر الوصفة ديال المقروط. وهنا راه غسلت التمر وغادا نحيد ليه العظم، انا عندي 500 غرام ديال التمر، وغادا نحطه في الكسكاس باش هكا يعني يتفور. ان شاء الله غادا نحطه لكم عما قريب هاد المقروط هذا، بقى ما حضرتوش يعني غير درت العقدة ديال التمر. وهنا مشيت يعني لهبطت للصالون اللي هكا كنجلسو فيه. غادا تحت هو يعني ننظفو ونحيد المخاد، انا نقلب المخاد شويه البنات. وانا دائما يعني في الكوزينه، انا مشيت انا اليوم قلبت لكم المخاد باش تشوفوا المخاد. تشوفوني راني حادقه او لا، هذا هو الروتين، هادشي اللي كيبغي كلشي. وبغيت نبارطاجي معاكم تا انا الروتين اليومي ديالي اللي كنستعمل، هادشي اللي كاين يعني اللي كديروه نتوما كنديروه حنا. وهادو هما الغطايات اللي يعني ملي كنكونو جالسين هكا نتفرجو التلفازة ولا شنو، يعني اللي بغى شي حاجة راه كيتغطى بيها. غادا نسوسهم حتى هما، ما عرفتش انا واحد الخملة كتجيني في الدار واش غير عندي انا، ما عرفتش منين كتجي، يعني يوميا عندي المسيح وعندي هاد المشكل. وهنا البنات الخير مني كيجي مرة، صحاباتي جابوا لي جوج ديال الكادوات وجابوهم بحال بحال مزيان، يعني الخير مني كيجي في مرة، جابهم ليا شحال هذا وباقا ما ركبتهمش. غدا ان شاء الله الله يجيهم الخير ونرد عليهم ان شاء الله في شي نهار يكون مبارك عندهم ان شاء الله. وهنا هاد مشيت نغسل هاد الفونتين ديال الماء، نمسحها عفوا. وكنبغي نشكر صحاباتي لانهم دائما يعني كيتفكروني هكا، شكرا لكم بزاف. وهنا الصالون ديالي راني جمعتو قاديتو، هذا هو الشكل ديالو، هذا راه الدريسينغ ديال الحوايج. وهذه هي بنتي اللي كتساعدني ملي كنكون عيانه. صراحه زوينه هذه، كنت خديتها من ليدل، يعني كتني طويل، كتمشي ملي كيكون هكا شي حد عيان او اللي يطيحوا الوليدات هكا داك الفرتيت في الارض، كتخدميها وكتمشي هي تنقي داك الشيء وكتعرف فين الدور. وهنا كنوريكم في المقانب اللي قلت لكم نعلق وحده تما، وحده ان شاء الله غادي نطلعها نديرها في شي بلاصه اخرى في الدار. وهذيك سلة الحوايج راه كتسنى فيا، يعني خصني نقعدها باش نرجع كل حاجه في بلاصتها. وجمعت الصاله يعني السيجور حتى هو نظفته وقعديته. هنا وليداتي راني درت لهم، كنت يلا واخده لهم هذه اللعبه هذه، راهم جالسين كيلعبوا، درت لهم الماء وكان الجو زوين ومشمش هاد اليومين هادي، يعني ربي يرحمنا الحمد لله والشكر لله، يعني كاينه الشميشه والجو زوين وسخون، يعني غير ديال الخروج هكا. وهاد الفلفله كنت يلا خديتها كان جابوها في قال لي،
صراحة زوينة حتى هي، ولدي بغاها جتها ليه، الفلفلة ديالها حارة وهذا طوب شيف ديالي زعما حاطة هذا في الطراز ديال الكوزينة، يعني هذاك الطراز ان شاء الله مني غدا نقادو ونصيبو غدا ندير لكم يعني دورة فيه باش تشوفوه ان شاء الله حتى يحن عليه الله. وهنا راني قادي الدار ديالي لتحت وقديت يعني كل شيء البلايص، ومشيت نقاد البيت ديال ولدي اللي كان خرج للبارك، وبقاو معايا الدراري الصغار، مشى مع يعني مشى مع باباه، وكان واحد يلا واخد واحد الدغون يعني شتها ليه كادو، يعني على حسب كنت مواعده على حسب البلدان ديالو جا مزيان وداكشي، وفرحته قال لي ماما بغيتها وجتها ليه. وراكو عارفين الوليدات الا قلت وعدتهم شي حاجه خاصكم توفيو، الا ما وفيتوش يعني مشكله. ايوا المهم حنا كندابزو معاهم، ومسحت لي البيت ديالو كان خرج مزروب وقاديتو. والوليدات راه مني كيجيبوها كانوا قاد زوينين، دائما فرحوهم وشجعوهم. والكاسكيطه ديال المغرب كنوريكم حاط قدامه يعني الدرابو ديال المغرب في البيرو، والكاسكيطه ديال المغرب. ولدي راه ما كبيرش بزاف يعني راه غير 10 سنين ونص، يعني باقي ما كملش 11 عام، الله يخليه ويخلي كاع وليدات المسلمين يا ربي. وهذه البلاصه ديال الالعاب ديالو راني كنمسحها، وهو دائما كيرتب البيت ديالو، يعني غالبا هو اللي كيرتب البلايص، يعني داكشي اللي كيكون هكا كيلعب بيه وداكشي كيرجعو. كنعلمهم هكا مني يجي من المدرسة عاود تاني إجمال الحوايج ديالو وجبد الحوايج ديالو للدار. وهاد اللي وريتكم دابا راهم ليلانجات اللي كنمسح بيهم الشراجم هكا، باش هكا ما بقاش نرش في داك البرودوي وكنبقى نشم فيه. صراحة كان شي ايامات دار لي التهيج في الوجه ديالي هذاك البرودوي، ومني مشيت عند الطبيب قال لي راه ملي بخدوي اللي كتستعملي هكا وداك البخار ديالهم يعني هو اللي تسبب لك حساسية في الوجه ديالك. وليت كنستعمل لي لانجات، ولا اضطريت اكيد ولا تقادوا لي راني كنستعمل البخدوي ديال الشراء ديال عفوا ديال الدجاج، ما عندي ما ندير. وهنا راه كنمسح الشرجم ديال ولدي، كيجيو خوتو كيجيو معاه وكيخليو لي طراز ديال يديهم. ايه واش غادي نديرو؟ الحمد لله ضروري الروتين اليومي، المرأة المغربية هذا هو الروتين ديالها. وفين ما كتبان شي شميشة كنتفكروا حنا التصبين وكتبان لينا شي حاجة، هاد النهار غير ديال التصبين وفعلا وهنا راه قديت البيت ديال ولدي، يعني رتبت كل شيء ومسحت يعني داكشي كاع اللي يعني. وبالنسبة للكتب راه هو واخا كنرجع انا كيجي هو كيدير التنظيم ديالو، ما كنبغيش نبقى يعني نفرض عليه شي حوايج، انا كنخليه يعني نخلي لي الحرية في البيت ديالو، كنقول لي يعني كاين شي حوايج كيحطهم هو ما كنبغيش نحولهم ليه. وهنا خرجت الطراز كنمسح هنايا كنقف الكليمة كانت ممسخة مغبرة. وهذا ولدي الصغير كيدور حدايا، كنقول لي بعد من حدايا راه الكاميرا شاعله، وهو كينسى وكيجي عندي. ومسحت الطراز ديال الكوزينه والشراجم ديالو. ان شاء الله غادي ندير لكم هنايا باربيكيو وتشاركوا معايا الجو ديالي تما في الطراز ان شاء الله. والنظافة البنات راه ما كاينش بحالها، مني كتكونوا تنظفوا كتحسوا بواحد الحيويه والنشاط، ومني كتسالي كل شيء كتحسي بالراحة، واخا كيكون داك العيا. المهم مني كتشوفي النقا قدامك والريحة مختلفة في الدار، انا بعدا كنحس بالنشاط، واش غير انا ولا حتى نتوما البنات؟ وإلا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الروتينات خليوها لي في لي كومونتير، باش هكا نبقى نتقاسم معاكم اليوميات ديالي، لان انا اسم القناة ديالي هو يوميات جميلة ببروكسل. بغيت نشوف يعني التفاعل ديالكم، واكيد اكيد الوصفات كيبقاو هما رقم واحد عندي في القناة، وحتى الروتينات ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج. وهنا راه كنت درت الماكينة ديال التصبين، وغادي نشر الحوايج يعني ما نشفتهمش، كاين جو زوين غادي نشرهم في النشارة في الطراز. انا دوزت غير الحوايج البيضين غير الفاطي
يعني هما اللي راه عندي انا كيتوسخوا بكثره من حساب الوليدات، راكم عارفين. وهنا ولدي راني كنقول ليه سير بعد، ومازال كيجي حدايا كينسى معدلين داك لابيسين صغيور. وكنتمنى البنات ان الروتين ديالي يعجبكم. والسلام عليكم، تلاقوا.